رن صباح الخير. صباح الخير. شلون انتي؟ طمنيني. مالي كتير مرتاحة. ايه بسيطة بسيطة. خي اشربي قهوتك. يسلموا هالايدين، عم عزبك معي ما هيك؟ لا عذاب ولا شيء، بالعكس انا مستمتع بهذا العذاب. شربت قهوة لضرتي؟ لا شو شربها، هي تفز تشرب لحالها تنباع بالعذاب. المهم انتي شو بدك تغدي؟ الا شو بدك تغديها؟ انا بدي غديها، هي بتفز بتساوي اكل لحالها تنباع بالعذاب، انا بدي غديها. قولي لي شو بدك تاكلي؟ انا ما جاي على بالي اكل اليوم. ايه علينا لك، مو مشانك. اذا مو مشانك مشان اللي ببطنك. طيب شو رايك تجيب لي دجاجه وتعمل لي عليها شوربه؟ انا نافوخي من فوق. غيره بدك شي تاني؟ سلامتك. بدك شي مني؟ سلامتك. يلا باي باي. وين بدي اروح على الدوام؟ ايه بكير على الشغل. اقعد اشرب معي قهوه. الله يخليك. لا لا لا، انا بدي اشرب هنيك تهريب. باي باي، مع السلامه. شو هاد؟ صباح الخير. صباح النور. نمتي مني؟ والله ما عم نام منيح، منك شي عم فيق صايرة. بسيطة بسيطة، خي اشربي قهوتك. اشربي. شو هالقهوة؟ يسلموا ايديك حبيبي، عم عزبك معي. لك لا عذاب ولا شي، بالعكس أنا بستمتع بعذابي لما بيكون من بين ايديكي. شربت قهوة لضرتي؟ شربها قهوة، أنا بشربها قهوة، هي بتقوم تشرب قهوة لحالها تنباع بالعزا. المهم شو بدك تغدي؟ إلا شو بدك تغديها؟ أنا بدي غديها، هي بتقوم تطبخ وتاكل لحالها تنباع بالعزا. قولي لي شو بدك تاكلي؟ مالي نفس آكل شيء. لا حبيبتي ما بيصير، مو مشان شيء، مشان الببو اللي ببطني. ماشي، يعني إذا لابد إني آكل باكل شقفتين شرحة وصحن سلطة. لك على نافوخي من فوق، غيره بتريدي شيء؟ سلامتك حبيبي. طيب بدك مني شيء أنا بقى؟ خليك قاعد نشرب فنجان قهوة مع بعض. لك يا حبيبتي بدي اشربه بالمديرية، هنيك بشربه تهريب. يلا باي. سلامة. ايه امسكي كلي بقى حاجة بك. ما بدي اكل، ما كنت بتوقع حالي رخيصة عندك لهالدرجة يا كامي. انت اللي اضطريتيني احكي معك هيك حكي. كنت مفكرة حالي عزيزة عليك وغالية، وخصوصا انه ابنك ببطني. لا والله لا والله. اكل احوال الاكل قدامك، بدك تاكلي كلي، ما بدك تاكلي لا تاكلي. بدك شيء؟ لا ماشي الحال. ورايح وين بدي روح يعني؟ بدك شيء انت؟ ايه بدي عصير بردان. انا عصير بردان، جبت 5 كيلو بردان ما وردي، بس تخلصي اكل بعصر لك لحتى ينبق قلبك. علي هلا جناني عليك. سعودي حبيبتي خي كلي قوام لشوف، تاكلي انت ولا انا لقمك؟ لا انت لقمي. اول شيء اللي سهام كيف صارت؟
سهام على كيفك، سهام على تختها، قاعدة عم تاكل حصتها. الحمد لله. طب انت فول؟ انا لا، انا قبل ما اجي لهون حصتي لفيتها سندويشه واكلتها. صحه وهنا يا رب. على قلبك. طب كلمي هاي بس. لا 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 حبيبتي ما بحسن، نخيلك ما بحسن. تعال وسط ما بقى. بدك شيء مني بقى؟ سلامتك. يلا. كمولة. نعم. جاي على بالي تفاح. تفاح حبيبتي، جبت هلا 5 كيلو تفاح، بس تخلصي اكل، ادي على التخت واشري وكلي، اشري وكلي لحتى تنبقي. ليش لحتى ما أقوم حبيبي؟ شو أنا باركة ولا مكرسحة؟ مثل سعدك تقبرني حبيبتي. أنت ما مسبوعي تقومي متخد، مو مشان شي، مشان ببو اللي ببطني. إيه لا تخاف حبيبي، لا تخاف، المسلم الله لك عم بيهون علي، اتركك لحالك تطبخ وتنفخ وحتى عم تعصر لي بردقان. هات حبيبي عنك، هات أنا بعصر بردقان وانت خدك تفاحات لست زبي. تعي ولا شيء، المهم انت تكوني مرتاحه. انا عزاب، انا بتهمني راحتك حبيبتي. ها طمنيني، راحت الدوخه؟ راحت شوي. يلا لكال قومي تعي تسطحي هون وريحي حالك. قوم. ما بدي، جاي على بالي شوي مشى، دايت اخلاقي متخيل. لك عادي عم اقول لك تسطحي مشان الدوخه تبعك. هي انا لميت الغسيلات، رايح كلياتهم اغسلهم. يلا تسطحي. غسيلي ابيض ناصع. شو صفي عن الغسيل؟ صفي شي. يلا يخرب بيتها ما قواها، عطته كل غسيلاتها مشان يغسل لي اياهم، وانا كمان بدي اعطيه غسيلاتي، ما حدا احسن من حدا. اذا هي قويه طاق، انا قويه 20 طاق. ما حاعطيه غسيلاتي انا هلا، بدي كامل يحبني ما يزعل مني، بعدين حوالته لساته منضاف. لك انا بعرف قديش بده ينحط برج غسيل، قديش مي العيار بدها تدور عليه. يي قرفني عليك يا حبيبي، انت عم تغسل؟ لا الغساله. شوفي يا حبيبتي سيان، شوفي انا عم يحطوا هدايا ذهب، ليكي كاسه منيح صار عنا طقم. ايه يلا حبيبي بعد لك اغسل لك انا. لا لا حبيبتي انا بغسل، انا هوايتي الغسيل، بحب الغسيل. حبيبي ما بيصير، عندك 2 نسوان وانت تغسل، ما حلوه بحقنا. لك حبيباتي انتوا 2 ريحوا لي حالكم، بس جيبوا لي البابابي وما عليكم شيء. تخيلك هلا شو حيصير للببو من هالغسله. يلا حبيبي يلا، الله يرضى عليك. لا ما بصير له شيء. ما بصير له شيء ان شاء الله. لك انا حبيبتي انت اغسلي وانا فايت لعند سعاد. ماشي حبيبي. عند سعاد؟ شو بدك؟ فوتي. مساء الخير يا حلوين. مساء النور. كيفك سعاد؟ طمنيني. الحمد لله احسن. ان شاء الله راحت الدوخه شوي، يعني خلص هلا حتصحصحي على التمام وتصيري تتفتلي ببيتك مثل ايام زمان. ان شاء الله، الله يخليك. ان شاء الله يا رب. يلا كموله، العشاء جاهز برا عم بستناك حبيبي مشان نتعشى سوا. لا لا اتعشي انت بعدين انا بتعشى. ما بقدر اتعشى لحالي اذا مو انت قدامي، ما بتنفتح قابلتي حبيبي. اي معلش معلش كموله، روح معه. انت ما بدك تعشي سوا؟ شلون ما بدك تتعشى؟ ليش بيهون علي انا ما تتعشى؟ هلا فوت لصينيه بتاكل هون لحالها. يلا تعال معي، تعال 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 عزيمه. سلامة خيرك حبيبي، بعدين هي من حواضر البيت وانت صار لك زمان ما تعشيت، عم تقضي لي على سندويشه. سمي الله سمي الله سمي الله. شبك حبيبي؟ كامل متأكد انك
مالك متضايق من شيء؟ طبعا متأكد. ايه الحمد لله. ما بعرف حاسسك متضايق. ماني متضايق، ما فيني شيء. هو بيني وبينك اذا متضايق معك حق تتضايق، اكيد متضايق من تصطيح سعاد على التخت. صرنا زمان دايخه وعملت لي حالة ما بتقدر تقوم وما بتقدر تقعد. انا لو كنت محلك انطفجت من زمان. قولي عليها ان شاء الله حلا تقوم بقى وتتنفس. كل شغل البيت علي، كل شغل البيت علي. الله وكيلك، عم بغسل وعم حط اكل وقيم اكل واشطف ونظف، وما عم بحكي شيء حبيبي، ما عم بحكي شيء. انا لا تفكر فارقه معي، انا خايفه عليك انت وعلى زعلك. يعني صحيح هي صلى زمان متصفحه، بس يعني وين المشكله؟ فلا تتضايق، حرام عم تتوحم يعني. ان شاء الله بقى حبيبي، انا بدي اياك انت تطول بالك صحتك بالدنيا. بخاف عليك تنجلط، والله اذا انجلطت والله ما بعرف اعيش بلاكي. بحكي عمه ان شاء الله، نحن بلاك ما بنسوى، ما بنسوى حاجه. بقى ما عاد بدي اكل. شو هاد يا الوحده؟ ما بتقدر تفش قلبها لجوزها ولا تحكي معه كلمه ونص؟ يلا ماما سميره قربي. اجا بابا. خليكن هون لحدا يطلع. شو شايف تمك حكي؟ خير؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حمامي. مين بسلامة الصبية اللي رحت تقابلها؟ ليش ما حكيت لي؟ لا ما حكيت لي. بعدين بحكي لك انا. شو بعدين بحكي لك؟ تعال هون. لوين رايح؟ بدي اشوف الاولاد. اشتقت لهم. هلا بدك تقلي من هي السنكوحه اللي كانت معك؟ مشكلة اذا حكيت لك ما راح تصدقيني. بقى احسن شيء خليكي تسمعي بابنك مع مين كنت عم بحكي انا. الو. مرحبا عنزه. حيو عباد. اعطيني لما الله يخليك. ايه الا لبنتك تحكي لها لمرتي النكته اللي حكيت لها اياها. ها؟ ايه ايه خليها تحكي لها النكته. ايه نادي. انا نسيتها، بدي احكي لها مرتي ونسيتها. ايه يلا يلا نادي لها. هي هلا بتحكي لك النكته اللي حكيت لها اياها، وبس تخلصيها برجع انا بحكي لك نفس النكته. بتعرفي مع مين كنت عم بحكي؟ فهي تشوف الاولاد. الو. مرحبا شباب. اهلين بابا، شلونك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ الحمد لله. ان شاء الله مبسوط؟ الحمد لله. ان شاء الله رايق؟ الحمد لله. لسه ان شاء الله ان شاء الله. شو الموضوع؟ هاتوا فهموني لوينكم توصلوا. قولوا لي بصراحه، في شي رحله بالمدرسه وبدكم تروحوا فيها؟ بابا حباب لا تبيع السياره الجديده اللي رحتها اليوم. اي بابا الله يخليك. بابا ليش لحتى ما نبيعها؟ نحن عنا سيارة صحيح قديمة شوي بس ماشي حالها. بعدين إذا بعنا السيارة جديدة بصير معنا مصاري، بقدر آخذكم مشاوير واشتري لكم أكلات طيبة وأواعي، ما بخلي شيء بنفسكم نهائيا. هلا لا تفوتني ببواب، طلعني ببواب، بيع السيارة لا أطيع بصير معك عملة. ما في داعي نبيلة تبيع شيء، سوق أنت السيارة الجديدة وأنا بطقطق بالعتيقة. ولا أنا يعني ما بالبق لي سوق سيارة؟ اصلا اذا اجيت للحق انا اللي لازم سوق السياره الجديده، لاني لو ما اخذتك تغسل السياره ما كنت ربحتها. انت قلت هالحكي بعد ما تلسانا. مزبوط، انا قلته بعد ما تلساني. يعني حتخلي لي السياره الجديده الي؟ ما نفكر بالموضوع. عرفت شلون ابو نبيل؟ هي الحجه قاعده كانت معنا على البازار، تفاهمنا معهم وما وصلنا لنتيجه. على عيني سوار. ايوه. انصرع راسي من هالمسلسل. بالعكس كتير كتير حلو شيق. لا حلو ولا شيق. قومي نامي وريحي حالك. انا ما بدي نام. اذا بدك تنام نام انت، انا بدي كمل المتسلسل. انا ما بقدر نام على صوت التلفزيون. مو مشكله، هلا باخده على الاوضه الثانيه وبتفرج على المتسلسل. لك شو تاخدي على الاوضه الثانيه؟ هذا اذا تحرك من محله بتروح صورته. لك لا انت الثاني عين الله عليه. شوف ما اقوى لك على مهلك عليه لتكسري. لك ما بينكسر. شوف ما في شيء. لك عم بقول لك هلا بينكسر. ما بينكسر وبدي اتفرج. ها اها
وانا فشيك. ها هاي طفيته. وانا فرجيك يا نظمية. ما نصيب باشا لك بشيء خافوا